بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بالكرام إخواننا المهتمين بشؤون زراعة الخضر والبيوت المحمية، أهلا وسهلا بحضراتكم. والنهاردة بنتكلم عن حركة العناصر الغذائية داخل النبات. معروف إن النبات بيحتاج ل 16 عنصر، معروف إن النبات بيحتاج ل 16 عنصر. ال 16 عنصر دول طبعا، بس عشان ما حدش يتكلم كتير في القصه دي، طبعا هم زايدين شويه، وصلوا ممكن 23 وفي ناس زادت عن كده. المهم يعني خلينا في ال 16 عنصر الاساسيين اللي احنا متعودين دايما نتكلم عليه، وصدقني لو خدت بالك من ال 16 عنصر ما عليك في الباقي، خليه يعني ما يخصكش في كتير يعني، تمام، يخص الجماعه الاكاديميين وفي بعض المحاصيل بتحتاجهم، ولكن خلينا نركز في ال 16 عنصر دول. تمام، انا عندي 16 عنصر، منهم عناصر، تسع عناصر كبرى، تمام، تسع عناصر كبرى، اها تمام، وعندي 7 عناصر صغرى. العناصر الكبرى اللي هي الاكسجين والكربون والهيدروجين والنيتروجين والفسفور والبوتاسيوم والكبريت والكالسيوم والمغنيسيوم، تمام، ادي 9 هم. فيهم 3 اللي هم الاكسجين والكربون والهيدروجين، دول من عند ربنا ما لناش تدخل فيهم، من الميه ومن الهواء بيمتص النبات حاجته ليهم، تمام. النيتروجين والفسفور والبوتاسيوم والكبريت والكالسيوم والمغنيسيوم، دول الستة دول اللي هم بقية العناصر الكبرى. العناصر الصغرى الحديد والمنجنيز والزنك معروفين على طول ورا بعض، النحاس والمولبنم والبورون والكلور، تمام، دول ال 7 عناصر اللي هم عناصر صغر، تمام. والعناصر الكبرى والعناصر الصغرى قلنا قبل كده ان هم من حيث الاهميه هم زي بعض، ما فيش واحد مفضل على واحد، ولكن من حيث الكميه لا، النبات بيحتاج العناصر الكبرى بكميه اكبر من العناصر الصغرى، تمام. علشان نعرف احنا عاملين الفيديو ده ليه، عشان ليه حركة النبات، علشان الصورة اللي قدام حضرتك على السكرين دي، تمام. الصورة دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن بتوضح لك نقص العناصر هيظهر في اي مكان على النبات. النبات عندك ده واقف اهو قدامك اهو، النبات، تمام، النبات واقف اهو، تمام، قدامك، وقسم هو لك هو لليانج ليف فوق اللي هي العناصر الاوراق الصغيره او الاوراق الحديثه، وحاطط لك تحت هو اولد ليف الاوراق المسنه او الاوراق القديمه، تمام، وحاطط لك بينهم خط افقي بيميز دول من دول، تمام. الرسمه لو بصيت فيها كده هو بس رسمه ظريفه مش هتنساها صدقني. ليه؟ لان هي من تحت بقول لك ايه، بقول لك نقص العناصر ده هو بيظهر على الاوراق المسنه، تمام، لما يكون النقص ده هو يحتمل النيتروجين او الفوسفور او البوتاسيوم او المنجنيز المغنيسيوم، تمام، قدامك اهو، ال N رمز النيتروجين وال B رمز الفوسفور وال K رمز البوتاسيوم وال M G رمز المغنيسيوم. حتى انت حضرتك لما بتشتري كيس سماد مركب 20 او 19 او 18، بتلاقي مكتوب ان بي كي، يعني نيتروجين وفوسفور وبوتاسيوم، والام جي زائد ام جي، حاطط لك نسبه معاه، تمام. دول بيظهروا دايما نقصهم على الاوراق القديمه او الاوراق المسنه، تمام، يبقى عرفناها كده. طيب بعد كده بتلاقي على الازهار الاوراق الحديثه بيظهر شويه عناصر، ايه هم بقى؟ اول واحد خليني اطلع فوق شويه، سيبني من اللي هم عند الخط الافقي، اطلع فوق، السي اي اللي هي رمز الكالسيوم والبي رمز البورون اللي هم اخوات توام عاملين مشاكل لاي واحد زراعي، وعندي الحديد اف اي اهو، والزد ان الزنك، وراجع تحت حاطط الام ان المنجنيز والمولبدنم اهوت الام او، والاس اللي هو الكبريت، والسي يو اللي هو النحاس، تمام. هو حشر النيكل معاهم معرفش ليه يعني، ولكن هو المفروض ما يكونش موجود. المهم خلينا في المهم. طيب بناء على القصه اللي قدامك دهيا، اللي في تقسيم للعناصر دهيت من حيث حركتها داخل النبات. ففي عناصر متحركه داخل النبات سريعه الحركه، وفي عناصر متوسطه الحركه، وفي عناصر بطيئه الحركه. سريعه الحركه هيظهر نقصها فين؟
وبطيئة متوسطة الحركة هيظهر نصها نقصها فين، وبطيئة الحركة هيظهر نقصها فين. تمام. طيب نيجي نشوف، خد بال حضرتك انا بتكلم على حركة العناصر داخل النبات وليس داخل التربة، ده ان في عناصر، يعني الفسفور عنصر بطيء الحركة في التربة جدا ولكنه سريع الحركة داخل النبات، تاخد بالك من دي عشان تبقى مهندس اوكي او مزارع محترم. خد بالك انا بتكلم على حركة العناصر داخل النبات وليست التربة. المغذيات المتحركة اللي هي بتتحرك بسرعة، اللي هي بتتنقل من اماكن، لو هي متخزنة في اماكن بتجري بسرعة، لو حصل نقص بتروح لاماكن تانية، وعادة ما بتظهر على الأوراق القديمة، وديت زي ما أنت شايف قدام حضرتك النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم والمغنيسيوم. خلصانة؟ دي العناصر المتحركة اللي عمالة بتجري نشيطة. التانية بقى مكسحة واللي مكسر، نجبسه من هنا زي الكالسيوم والبورون برضه يتكسر تاني من هنا، تجبسه من هنا تحط له رجل صناعية من هنا برضه هو أساسا متعب يعني. تمام؟ طيب نروح على المغذيات اللي هي وسطية الحركة، ودي زي الكبريت وزي الزنك وزي المنجنيز، يعني هي لا هي سريعة ولا هي ايه ولا هي بطيئة الحركة، ودايما بتظهر في التلت العلوي للنبات او يعني تحت شوية في النص كده. وعلى فكرة يا جماعة بالنسبة للعناصر، كل نبات ليه بيحب عنصر معين، وكل مرحلة ليها احتياجات معينة من العناصر. تمام. وفي عناصر، خليني صريح معك لان انا راجل بقالي 25 سنة في الزراعة، مش في الكلية ولا في الدكتوراه ولا في الماجستير والكلام ده كله. في عناصر اصلا لو نقصت صعب جدا انك انت تعوضها، وعلى رأسهم الكالسيوم والبور. تمام. لو نقصوا هخش لهم دلوقتي واحكي لك حكاية ظريفة جدا. المغذيات الغير متحركة أو البطيئة الحركة، ودول معروفين حتى منهم عنصر العناصر الصغرى كلهم، ومعاهم عنصر كمان من العناصر الكبرى اللي هو الكالسيوم. تمام. خد بال حضرتك برضو عشان الناس ما تاخدش علينا كده، يعني علينا حاجات، انا اختصر الموضوع على عناصر كبرى وصغرى. على فكره هم في عناصر اولينيه وثانويه، وبعد كده عناصر مفيده، وبعد كده العناصر النادره، يعني قصه كده ابتدوا يعملوها جديد غير اللي، ولكن احنا عشان نبسط المعلومه يكفينا ان احنا نعرف دول. تمام. طيب المغذيات بقى اللي هي غير اللي عديمه الحركه، يعني عديمه الحركه يعني مش هتقدر تتحرك، يعني النبات لو فوق كده فيه النقص دايما يحصل في القمة النامية دهيت. ليه؟ لأن العنصر عشان يطلع من هنا لحد هنا هتبقى فيه مشكلة، ومشكلة كبيرة جدا في الحركة. تمام. فدي بس عشان نبقى عارفين. طيب العناصر ديت ايه؟ قلنا الحديد والمنجنيز والزنك معروفين ورا بعض على طول، وبعد كده النحاس والبورون والمولبدنم. تمام. والكالسيوم طبعا. تمام. الكالسيوم والبورون دول توأم، وخد بال حضرتك اكتر حاجة بتعمل لك مشاكل في اكتر محصولين مهمين، او اكتر 3 محاصيل مهمين للبيوت المحمية او للخضر، وهم ايه؟ اول حاجة الطماطم اهم حاجة، بعد كده الخيار، بعد كده الفلفل. واللطعة بتيجي في الطماطم وبتيجي في الفلفل. تمام. اما الخيار فبيبقى مسلوب، وعارفين القصه بتاعته، مسلوب من الاخر، او الطرف بيبقى مستدق او بيبقى رفيع من الاخر. وطبعا بالنسبه للتسويق بتاعه ما بيبقاش كويس، وده بسبب ايه؟ بسبب عنصر الكالسيوم. ممكن اي عنصر لو نقص يعني بندار العيوب بتاعته شويه، ولكن الكالسيوم اذا للاسف حصل فيه نقص حتى ما بتقدرش تعوضه، حتى بالرش. انا بقول لك حتى بالرش ما تقدرش تعوضه، عشان بس من ايه؟ ليه؟ حبيت الطماطم، انا الجزء الاقتصادي من الطماطم إيه؟ الثمره، حصل فيها نقص، عوضت الكالسيوم، هيرجع الكالسيوم تاني البقع وعفن الطرف الزهري تاني، او اللطعه وراس اللي بتبقى موجوده، لا يمكن يحصل، خلاص خلصت انتهت. فعشان كده لازم تامن احتياجك. كالسيوم يا جماعة مش قصة مرتبط بالبورن، وقصة القصة دي موجودة، ولكن في حاجة خد بالك منها، خد بالك منها وركز فيها جدا. كالسيوم ده هو بيحتك بدرجة الحرارة، بيحتك بيه الرطوبة، لو الجو رطب عندك لازم يحصل كالسيوم. تمام.
وطبعا الموضوع كبير شوية، وعندي الري بتأثر به الكالسيوم، تمام؟ فالمستوى المادة العضوية نفسها طبعا بيتأثر بها الكالسيوم. شوية حاجات لو قدرت تعملهم هتطلع من الكالسيوم دهوت وانت ما عندكش نقص كالسيوم، صدقني، تمام؟ الأصناف نفسها في أصناف بتصاب بالكالسيوم في الطماطم، في أصناف بتتحمل، وهكذا يعني، تمام؟ ولكن احنا عم نتكلم على حركة المغذيات في النبات. المغذيات فيهم سريع الحركة اللي احنا قلنا عليهم، اللي هم الان بي كي والمغنيسيوم، دول سرعة الحركة. ولو حصل نقص للعنصر بيحصل في الجزء اللي تحت في النبات، الحديد والمنجنيز والزنك والنحاس والبور والمولبدنم زي ما مكتوب قدام حضرتك اهو، دول بيبقوا بيظهروا على الاماكن الحديثة في النبات او في القمة النامية دايما بتاعت النبات. طبعا عناصر صغرى وبيجي عليهم عنصر كبير وعلى رأسهم عنصر الكالسيوم اللي عامل لنا مشاكل كبيرة جدا. أتمنى إن احنا نكون يعني وفقنا في إن احنا نوصل ولو جزء بسيط من معلومة على نقص العناصر اللي هو مرتبط بحركة النبات، بحركة العناصر الغذائية داخل النبات. بشكر حضراتكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.